يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الجند منطقة تاريخية شهيرة في اليمن تقع على بعد 22 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز. هذه المنطقة كانت مركزا حضاريا مهما في عهد البعثة النبوية، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن في العام التاسع للهجرة قاضيا وداعية وأميرا، أمره أن يبني مسجده فيها، فصار بذلك من أقدم المساجد في الإسلام بعد مساجد المدينة المنورة، وأصبح مقرا لقيادة معاذ في اليمن ومنطلقا لدعوته التي مهد لها الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. وكان لهذين الصحابيين الفضل في نشر الإسلام بالكلمة في اليمن، وصارت هذه البلاد ثانية منطقة ينتشر فيها دين الله بعد الحجاز. سيدنا معاذ كان أميرا على المعلمين الذين أرسلهم صلوات الله وسلامه إلى اليمن، منهم خالد بن سعيد إلى صنعاء، ومنهم من أرسل إلى كندا وإلى حضرموت، ومنهم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أرسله الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى زبيد وعلى الساحل وعدن. هكذا كان سيدنا معاذ بن جبل يزور أخوانه ويرشدهم.